من يوم 27 اكتوبر 2024 وزاره الاسكان هتطرح وحدات الاسكان الاجتماعي. الفرصه دي منتظرها عدد كبير جدا من المواطنين. استمرار الطرح هيكون لغايه يوم 26 ديسمبر 2024، والحجز هيكون على الموقع الالكتروني، وهنلاقي فيه تفاصيل كامله عن المساحات والاسعار وخطط السداد. فعلا يا مصطفى، الطرح الجديد هو الأكبر منذ 2016، بيشمل 66 ألف وحدة لمحدودي الدخل و12 ألف وحدة لمتوسطي الدخل، مع كمان وحدات جاهزة التسليم الفوري. الهدف من المشروع هو تلبية احتياجات مختلف الفئات وضمان سكن مناسب للجميع. خلال أيام وتحديداً يوم 27 أكتوبر 2024 هتبدأ وزارة الإسكان في طرح وحدات الإسكان الاجتماعي، بيستمر حتى 26 ديسمبر 2024 مع إمكانية الحجز عبر الموقع الإلكتروني، وبتتوفر جميع التفاصيل الخاصة بالمساحات والأسعار وخطط السداد في كراسات الشروط المتاحة على موقع مسكن محور الوحدات. وبتتنوع أسعار الوحدات وأماكنها حسب المساحة والموقع الجغرافي، وتم تصميم الطرح الجديد ليلبي احتياجات مختلف الفئات المستهدفة من محدودي ومتوسطي الدخل. هذا الطرح بيعد الأضخم منذ عام 2016، حيث يضم 66 ألف وحدة لمحدودي الدخل و12 ألف وحدة لمتوسطي الدخل، تتنوع بين وحدات جاهزة للتسليم الفوري وأخرى هيتم تسليمها بعد 36 شهر. وتم تعديل الحد الأدنى والأقصى للدخل، حيث يبدأ الحد الأدنى لمحدودي الدخل من 3500 جنيه، والحد الأقصى للأسرة بيصل ل 12000 جنيه، بينما يصل الحد الأقصى لمتوسطي الدخل ل 25000 جنيه للأسرة و 20000 جنيه للأعزب. وبيغطي الطرح الجديد جميع أنحاء الجمهورية تقريباً، سواء في المدن الجديدة أو المحافظات، وبيشمل 78730 وحدة سكنية و 40607 وحدة تحت الإنشاء بمساحة 90 متر، إلى جانب 1175 وحدة بمساحة 75 متر تحت الإنشاء، وأيضاً 11920 وحدة بمساحة 90 متر جاهزة للتسليم الفوري، و1070 وحدة بمساحة 75 متر جاهزة للتسليم الفوري. عملية السداد بتكون بنظام التمويل العقاري لفترة تصل ل 20 عام، ولا يمكن شراء الوحدات نقداً، ويجب أن يتراوح عمر المتقدمين من محدود الدخل بين 21 و 50 عام، فيما يشترط لمتوسطي الدخل ألا يتجاوز عمر المتقدم سن المعاش وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات. الجدير بالذكر أن هناك أيضاً خطة لطرح نحو 12 ألف وحدة إضافية لمتوسطي الدخل بعد انتهاء الإعلان الحالي، لإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المواطنين للاستفادة من هذه الوحدات. وبيأتي مشروع الإسكان الاجتماعي ضمن مشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في إطار خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبتحظى هذه المشروعات بدعم كبير من الحكومة المصرية بهدف توفير سكن ملائم لمحدودي ومتوسطي الدخل.